القصر الكبير في باريس يحتضن معرضاً استعادياً لكاتسوشي كاوكساي، أشهر فنان ياباني في القرن الثامن عشر. لوحته الخالدة الموجة الكبيرة في كاناغوا هي واحدة من بين 500 عمل فني لهذا الرسام العبقري المعروف بإنتاجه الغزير. نحن لا نعرف سوى عدد قليل من أعمال هذا الفنان، مثل لوحة الموجة الكبيرة أو مشاهد من جبل فوجي، وطبعاً لوحات قليلة أخرى يعرفها الخبراء. أردنا أن يكون هذا المعرض معرضاً استعادياً، وأن نظهر أنه توجد وراء لوحة الموجة الكبيرة الشهيرة أعمال أخرى كثيرة وثرية. المبدع الياباني هوكساي احتفى برسم الطبيعة، كما اهتم بمشاهد من الحياة اليومية للشعب الياباني. أعتقد أنه لا يزال فناناً قادراً على إلهام المبدعين إلى اليوم، لأن هناك حرية حقيقية وحداثة كبيرة في أعماله وفي طريقة رسمه وكيفية استعماله لفن الرواشم دون خوف. أعتقد أن هناك حداثة حقيقية في علاقته مع العالم. المعرض الباريزي يستمر حتى 18 من يناير المقبل، ويقدم لزواره ولأول مرة مجموعة متكاملة من أعمال هوكساي الذي أنجز خلال حياته الطويلة حوالي 30 ألف عمل فني بقي جلها في اليابان.